مرحبا بكم مجددا بهذا الدرس. نتعلم دالة جديدة وهي في الـ FPD باسم Trigger. الـ Trigger تقريبا نفس عمل الـ Compare، ولكن اكو بعض المشاكل نقدر نقول في الـ Compare. الـ Compare اذا ربطت الى فد مضخة معينة وانت ردت انه هذه المضخة في set point معين، اذا صار اكبر او اصغر من هذا الشيء تشغلها وتطفيها. زين، خلينا نفذ عملية حتى نشوف شنو المشاكل اللي يصير عندنا بالكومبير. المشكلة بالكومبير يعني يعطيك إشارة on off لحظية، ممكن تأثر على المضخة مالتك، ممكن يسوي لك عطل في هذه المضخة. زين، احنا عادة في اللادر أو في الـ FBD نستخدم تايمر، ولكن راح يصير عندك دالتين، يعني لازم تحسب حساب انت. لا، راح تستخدم دالتين، وحدة تايمر تأخر لك يعني بعد هذا الأكشن، بعد أن تنخفض هذه القراءة يشتغل تايمر، إذا بقت تنخفض يلا يسوي لك أوتبوت للكمبير. أوكي، أو هو الكمبير أساسا بعد مدة معينة يلا يصير بي changing من on إلى off أو من off إلى on. فتقدر تستخدم تايمرات، ولكن المشكلة هذه انحلت بدالة أخرى باسم trigger. إحنا خلينا نشوف هذه الحالة في الكمبير حتى تعرف شنو جاي احجاني. في الكومبير هسه جاي تنتبه بانه الاشارة مالتك صفر وسالب عشرة. زين، هذا راح اوصلها الى فتحة معين، فرضا سبعة. زين، عفو، الشرط احنا نسينا نخلي الشرط اذا المساواة، فرضا اذا صار الضغط اكبر او يساوي هذه القيمة، فانت اطفي لي او شغل لي المضخة. اوكي، نخلي قيمة ثابتة، هذا السيت بوينت مالتي، قلت له اذا الفاليو 1 اكبر او تساوي الفاليو 2 سوي لي اوتبوت. زين، الفاليو 2 70، سيموليتر ران. زين، هسه اجي ازيد هذه القيمة، جاي تشوف ما عندك اوتبوت لانه ما متحقق الشرط، الشرط هو اكبر او يساوي. فمن تصير يعني 70، شوف، الى 69 70، انت اكيد عندك مرسلة انالوج، فهذه المرسلة ما راح تعطيك اشارة، مو هي يعني مو ما نقدر نقول هي اون اوف، هي اللوجيك جاي تعطيك اشارات مختلفة لحظية يعني. فهذه الاشارة من توصل المستوى اللي موجود بالخزان، من يوصل 70 راح يصير بي تناوب لحد ما يستقر. اوكي، فهذا راح اذا جاي تنتبه على هاي المضخة جاي تشوفها اون اوف تصير بسبب المرسلة اللي انت رابطها مباشرة على الكمبير، فتقدر تحلها بتايمر. اوكي، واذا عندك دالة تريجر في البرنامج اللي تشتغل عليه، اي برنامج ممكن تستخدم التريجر. هسه انا راح استخدم لك التريجر وشوف شلون العمل مالته. اول فانكشن طبعا هو ما بيه فت باراميتر، اول فانكشن هي يسوي لك انيبل، فتقدر تربطه لاي واحد. انا راح اربطه لهذا حتى يصير بي انيبل. اوكي، يبدي يشتغل. زين، ثاني انبوت فاليو تو كومبير، الفاليو اللي تريد انت تقارن عليه، فرضا اريد اقارن على دخل هذه المرسله. اوكي، زين، وهنا تقدر تخلي سيت بوينت بالنسبة لل on to off set point. هذا set point ينقل لك حالة التريجر من on إلى off، اللي هي حالة الاوتبوت الخاصة بهذا التريجر، ينقلها لك من on إلى off. والset point الثاني راح ينقل لك حالة ال off إلى on بالنسبة ل هذه الفاليو. فواحد ينقل لك من ال on إلى off، واحد يطفي لك نقدر نقول، وواحد راح يشغل لك. اوكي، واحد للاطفاء وواحد للتشغيل. ممكن تاخذه من اشارة انالوج، ممكن تاخذه من كونستانت، انا راح اخلي له كونستانت. يعني هنا من اون الى اوف ايش وقت طفي، من يوصل المستوى فرضا 80 طفي، ومن اوف الى اون يعني هنا راح يشغل. اوكي، هذا خاص بالتشغيل، شو وقت يشغل؟ من ينزل المستوى الى 20
شغل لي هذه المضخة. لذلك هنا حتى لو عندك السنسر مالتك بفد إشارة متناوبة أو إشارة غير مستقرة، التريجر ما راح يسوي لك مشكلة مع البومب مالتك. فهنا لما ما اشتغل سوي سيموليتر راح اسوي الاكتيفيشن. اوكي هنا اشتغل لانه المستوى عندك جوا 20 صفر. اوكي بالنسبة لهاي الاشارة جاي انتبه عليها صفر، فالمستوى راح يصعد لحد ما يوصل الفاليو اللي يسوي لك اون الى اوف، لحد فاليو اللي يطفي لك اللي هي الماكسيمم. اوكي من عبر 80 صار عندك اوف. اوكي يبدي ينزل او حتى لو يستقر على هذه القيمة اللي هي 80 81 79 76، ما قاعد اشوف عندك اوتبوت. ليش؟ لانه ما متحقق ال20. فش وقت ترجع تشتغل مضخة لحد ما ينزل المستوى، ينزل 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 لحد ما يوصل الى 20 او اقل من 20، بدأت تشتغل هذه المضخة. فشوف الرينج اللي صار عندك من 20 الى 80، يعني رينج كلش كبير 60. فهذه 60 فد رينج جدا عالي، ما معقولة فد مرسلة تتناوب بين 20 و80 الا هذا تكون بيها فد عطل معين. لذلك هذا التريجر راح يفيدك بهيج اماكن انت تقدر تسوي اون اوف برينج عالي، راح يحمي لك الاوتبوت مالتك سواء كان مضخه سواء كانت معده كبيره، ف راح يسوي لك فد بروتكشن عليها. اوكي لحد هنا نشكر متابعتكم، شرحنا درس تريجر. اتمنى صار عندك فد معلومه على هذه الداله، وقلت لك تقدر تسويها بالكمبير باضافه تايمر نفس الشيء. لحد هنا شكرا متابعتكم، تحياتي.